أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. إذا في مشهد أخذت فيه وزارة التجارة دور المتفرج دون أن تحرك ساكنا، لا تزال أسعار السكر والبن محل مضاربة، حيث أنها ارتفعت بين ليلة وضحاها ومن دون أي توقعات. متابعة في الموضوع مع سوريا شعلان وإبراهيم برقش. في سيناريو يتكرر دوريا وفي غياب الرقابة وعكس مؤشرات البورصة العالمية، مرة أخرى تم إقرار زيادات غير معلنة رسميا في سعر السكر والبن، معطيات صدمت أصحاب الدخل المتوسط، خاصة وأن هاتين المادتين مصنفة ضمن أكثر المواد استهلاكا من قبل الجزائريين. كاميرا النهار وأمام تقاذف التهم، وفي ظل غياب الرؤوس الكبيرة التي تتلاعب بأسعار السكر على وجه الخصوص، قامت بجولة إلى سوق الجملة للمواد الاستهلاكية بالسمار. هنا من يحتكر تجارة السكر والبن إنتاجا وتوزيعا في قفص الاتهام. بالنسبة لأسعار القهوة عرفت في المدة الأخيرة هذه زيادات، والزيادات هذه زيادة معقولة، وذلك نظرا لزيادة اللي عرفتها في الأسواق العالمية. أوتوماتيك مو أصحاب المؤسسات التحميص زادت في أسعار البرودوي فيني، يعني القهوة المرحية زادت بنسبة 10% من 8 إلى 10%، يعني 40-50 دينار الكيلوغرام. الزيادات نقدر نقولوا زيادة كان عندها واحد 3 أسابيع من اللي زاد السكر، زاد قيمة 5 دنانير، يعني تقريبا 5% حتى 6%، يعني كاين نقص في التمويل برك، هذا هو المشكل. أسواق الجملة للمواد الاستهلاكية وفي ظل غياب أي معطيات رسمية وأمام تنصل وزارة التجارة من مسؤولياتها، تعيش تحت رحمة كبار المضاربين. احنا نتصل بها لما يكون كان شيء عيطوا لنا، ولكن هذه المرة ما عيطوا لنا، ما على بالنا، ما قالوا لنا كيفاش الزيادة هذه. درك هما مانيش عارف إذا زاد لهم كاش طاكس وإلا زادوا من رباصهم. هذو اللي زوزين اللي راهم يتحكموا في السوق، وحنا رانا نخدموا عليهم في الحقيقة، نبيعوا لهم سلعتهم والفايدة غير الخير. مواد استهلاكية مدعمة من قبل الحكومة محل مضاربة واحتكار وتلاعب بالأسعار عشية تمرير قانون المالية لسنة 2017، والسؤال المطروح: من باستطاعته وقف تغول مافيا السكر والبن؟ هذا وعرفت فاتورة واردات الجزائر من الحبوب قمح وذرة وشعير تراجعا ب 19.89% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة بسنة 2015. جاء هذا في مقابل ارتفاع طفيف الكميات المستوردة حسب إحصائيات الجمارك، ففي هذا السياق انخفضت فاتورة واردات الحبوب إلى 2.05 مليار دولار منذ بداية السنة. أما الكميات المستوردة فسجلت ارتفاعا طفيفا إلى 10.01 مقابل 9.93 مليون طن سنة 2015. هذا التراجع في الفاتورة يفسره انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية منذ 2015 بفعل وفرة المخزونات، فخلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2016 عرفت الأسعار لدى استيراد الحبوب انخفاضا بنحو 332 دولار للطن بالنسبة للقمح الصلب، أي تراجع بنسبة 31%. قبل أسبوع من انطلاق الجلسات البرلمانية لمناقشة قانون أو مشروع قانون المالية لسنة 2017، عاد الحديث عن سياسة دعم المواد الأساسية والتي تتمسك بها الحكومة بشكل مطلق، في حين يدعو الكثير لجعل الدعم لمستحقه فقط. المزيد في سياق تقرير أحمد رشدي. كثرت المطالب بشأن عدم التخلي عن سياسة الدعم مقابل تنظيمه وتوجيهه لمن يستحقه، ليأتي الجواب الحكومي على لسان حج بابا عمي الذي أكد أن مواد قانون المالية الجديد لن تمس بسياسة الدعم. إذا نظرنا إلى طبيعة هذه السياسة والتي يعني طبقت يعني تقريبا منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا، فنجد فيها يعني بعض الأخطاء، لأن سياسة الدعم يعني في حقيقة الأمر تكون موجهة إلى الطبقة الفقيرة، ولكن في حالة الجزائر نجد أن الدعم يستفيد منه يعني بصفة كبيرة يعني الطبقة الغنية.
هو فصل جديد قديم من سياسة الحكومة في الدعم المطلق للمواد الواسعة الاستهلاك، ليبقى الأمر على حاله، الكل يستفيد من الدعم في انتظار إحداث بطاقية وطنية لمستحقيه الحقيقيين. لازم نشوفوا الدخل نتاع الفرد ونديروا دي ترانش، يعني كاين هكذا باش نحدوا شكون هي الطبقة اللي راح تكون تصح فيها سياسة الدعم والطبقة التي لا تصح فيها سياسة الدعم. هذه من جهة. اثنين، ثاني لازم نديروا لو سيستم باريزومبل تاع لي كارت، بطاقات يعني الخاصين يعني الفقراء نديروا لهم بطاقات اللي يعني راح يبريزونتيهم يعني عند الحاجة. الحفاظ على سياسة الدعم أمر ضروري لفك الضغط عن المواطن وتنظيم الاقتصاد، لكن مواصلة هذه السياسة في ظروف اقتصادية حساسة مرهون بضرورة تنظيمها وتوجيه الدعم لمن يستحقه. نلتقي في الحصاد الأخباري بإذن الله.